ان احنا حاولنا ما نطلع من البيت لان تعرف البيت يعني غالي يعني على 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 صاحبه يعني 2013 ايه وطلعنا من البيت بالاخير يعني طلعنا بثيابنا لان ما عاد في يعني مجال واسعفونا بالدبابه صور ابونا انا وابني انا صوبت اسعفونا بالدبابه وابني اسعفوه بالدبابه هاي اصعب ايام في اكثر من هيك ايام ابونا تعبنا من الشنطه تصدقني كمان من محل لمحل ومن حاره لحاره يعني واحد بعد بيته ما له وين ما راح وين ما اجى بعد بيته ما في الحقيقه يعني منظر البيت كان كتير مريع بخوف كان منظر البيت طبعاً هاي الأعمدة هون كلياتها هاي كانت رايحة ما كان في أعمدة جزء من بيت الدرج كان رايح بداية بلشنا تم عملية صب العمود هذا والعمود هذا يعني هلأ عملياً نحن الأمور الخارجية كلياتها صارت جاهزة لحتى نبلش هلأ شو بدنا نشتغل جوات البيت طبعاً كمان في عنا نحن المطبخ هلأ تجهيز المطبخ وبدنا نركب مجلة جديدة لأنه المجلة عندهم مكسورة وبعدين نركب جميع الأدوات الصحية الدهان يعني ما في أحلى من بيت الواحد يعني هذا يعني شو بقوله يعني ذكرياتنا يعني حياتنا كلها ما أصلاً ما عندي غيره يعني لحتى أروح على محل تاني هو ما في شيء بخلي أنا سعيد هلأ أني بدي أرجع على بيت هي الكنيسة وطبعاً بشكر كل اللي قدموا مساعدات ليرجعوا العالم على بيوتها ويخليهم يحسوا بالأمان وبالراحة يعني بكفي تعب وشقة وعذاب يعني.